بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث الأسبوعي لشهر جمادى الثاني عام 1441، والذي يتم في كل يوم خميس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. وقد أتممنا الكلام على تفسير سورة البروج في اللقاءات الماضية، أما اليوم فأرى أن نتكلم عما يتعلق بالوقت، وهو مسح الجوارح والخفين، لأن زمن الشتاء عند العامة بدأ منذ يومين، وهو ما يعرف بالمرعانية. فنقول إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسرا، فقال الله عز وجل في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدين يسر. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبعث البعوث للدعوة إلى الله: إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فيسروا ولا تعسر. وهذا هذه القاعدة العامة في الدين الإسلامي، كل شرائع الإسلام تشهد لها. فأصل الشرائع يسيرة سهلة، ثم إذا طرأ ما يجب التيسير تيسرت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن الحصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي أثناء الآيات قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي الحج قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فليحلق، وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والقاعدة العامة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، كلها تعتبر طريقا يجب على المسلم أن يسير عليه. اتقوا الله ما استطعتم. من يسر الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى فرض الوضوء عند إرادة الصلاة على كل من أحدث، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولهذا ينبغي لنا ونحن نتوضأ أن نستشعر أننا نمتثل أمر الله، كأن الله تعالى يخاطبنا الآن، يقول: اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم، حتى نكون بذلك مخلصين لله عز وجل. وأن نستشعر أننا نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى تتحقق لنا المتابعة، يعني كأن الرسول أمامنا الآن يتوضأ، فنحن نتبعه بذلك، يتحقق لنا بهذه العبادة الإخلاص والمتابعة. وهكذا بقية العبادات. فيجب الوضوء، والواجب منه ما ذكره الله في القرآن: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاءت السنة مبينة ببعض الإبهام في هذه الآية، وهي المضمضة والاستنشاق، فإنهما واجبان بالسنة، وهما داخلان في قوله يغسل وجوهكم، لأن الأنف والفم جزء من الوجه، وكذلك الأذنان. جاءت السنة ببيان مسحهما مع الرأس، وذلك لأنهما من الرأس، فعلى هذا لا بد من المضمضة والاستنشاق، ولا بد من مسح الأذنين.
هذه هي الواجبات في الوضوء. لكن الوضوء الأكمل النية، وهذه لا بد أن تقترن في كل عمل، البسملة، غسل كفين ثلاثا قبل غسل الوجه، البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، تخليل اللحية الكثيفة التي لا تصف البشرة، وغسل اللحية إلى أصول الشعر إذا كانت تصف البشرة لأنها لا تغطي البشرة، فتحصل المواجهة بالبشرة التي لا تغطي هذه اللحية. التثليث في الأعضاء ما عدا الرأس أحيانا وفي الأكثر الأغلب، وأحيانا يقتصر الإنسان على مرة وأحيانا على مرتين، وأحيانا يفرق يغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة كما جاءت بذلك السنة. ومن نعمة الله وتيسيره في هذا الوضوء أنه إذا كان على الرجلين ما يسترهما من جوارب أو خفين وهما الكنادر فإن الإنسان يمسح عليهما، لكن في مدة محدودة كما سيبين، وبشروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح، ولو نسي فمسح فإنه يلزمه إعادة الوضوء وغسل الرجلين وإعادة الصلاة، لأنه صلى على غير طهارة. الشرط الثاني أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الأكبر، ودليله حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، سفرا يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وجب عليه أن يخلعهما وأن يغسل قدميه، وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة ليس فيها مسح إلا إذا كان هناك جبيرة، ولهذا لا يمسح الرأس فيها بل يجب أن يغسل غسلا تاما. الشرط الثالث أن تكون الجوارب أو الخفان طاهرة، فلا يصح المسح على النجس لأن النجس لا يزيد بالمسح عليه إلا خبثا وتلويثا لليد التي باشرت النجاسة، ولأن الإنسان في الغالب يمسح ليصلي ولا صلاة في شيء نجس. والدليل على أنه لا صلاة في شيء نجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي بأصحابه فخلع عن عليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم يعني لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا يعني فخلعهما من أجل ذلك. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الملبوس طاهرا. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث،
فإذا لبسها لصلاة الفجر مثلا وتوضأ لصلاة الظهر ومسحها فابتداء المدة من الظهر، يعني من الوقت الذي مسح فيه حتى يأتي مثله في اليوم التالي إذا كان مقيما، أو من اليوم الثالث إذا كان مسافرا، ثلاثة أيام المسافر بلاليها ويوم وليلة المقيم. والحكمة في هذا واضحة، لأن المسافر أحوج إلى ستر قدمه من المقيم. هذه هي شروط المسح على الجوربين أو على الخفين. وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء فإنه ليس عليها دليل، إنما هي تعاليل استنبطها الفقهاء، تسلم لهم أو لا تسلم، لكن هذه هي الشروط التي يطمئن إليها الإنسان، وأنه لا بد من أن تتوفر في جواز المسح على الخفين. هذا ما أردت أن أبينه في هذا الكلمة. أما ما يتعلق بالجبيرة على جرح أو على كسر، فإذا كانت على جرح فالعلماء يقولون يتبع ما يلي: أولا يغسل الجرح بالماء، فإن كان يضره مسحه، يعني بل يده ومسح عليه، فإن كان يضره المسح أو كان قد لف عليه شيء فإنه يمسح هذه اللفافة في الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك اللزقة على وجع في الظهر أو في الرقبة هما أشبه ذلك، يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. فإن لم يمكن هذا، إلا يمكن بمعنى أن الجرح طري لا يمكن أن يلف عليه ولا يمكن أن يمسح بالماء، فإنه يتيمم عنه. فهذه مراتب: غسله ثم مسحه ثم مسح اللفافة ثم التيمم. وهذا يجوز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، لأنه طهارة ضرورة فتتقدر بقدرها، حتى لو بقيت أياما أو شهورا فإن الحكم لا يزال باقيا، لأن الحكم يتقدر بقدره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.